بص يا تنزي، اللي فعلتنا دي هيتاخر، حب من قلوبنا هيتبخر. بتقول زبد يا شنج، بتقول زبد يا شهام. عامل ايه؟ ما بصيتش ليه فين الكلب وانت ده لسه مسلم عليه دلوقتي؟ سلام الواحد مش كفايه، بص في عينه تعلم لك شويه وفاء اخلاص. انا نفسي ابقى تمك طول ما انت جنب المدرسه هتتعلم. نكد علينا ليه يا صاحبي؟ مش منكد عليك يا عم، والحق بيزعل نفسه. اقعد يا عم، انا مش جاي اعاتب، واحنا في ابتدائي هنقعد نعاتب في بعض؟ خلاص كبرنا، انت جاي بيتي هنا يا باشا، انا طالب اوردر دلوقتي اكل هتزل لنا ولا ايه؟ والكنب ده بفلوسي والقعده جايين نهزر؟ لا لا، جايين نضحك يا عم ونصفي النفوس. احترام تريح ضهرك يعني. بس هم مثلا اكلمه مرتين ما يردش، عيب. لا عادي، عدينا، عنده عذر يا عم، بيشوح كبده في الحمام مستني الفوطه، مش فاضي يتصل ولا يرد ولا عديها. بس اتفاجئ بقى انه خارج خروجه ومعاه حتتين وعامل لي هيدن من الاستوري. والله انا عشان ما اشوفش مش هعرف اقطع عليه. طب ليه بس سوم الدناوه؟ ليه شميني كده يا اسطى؟ ريحه بطك ايس كريم. طب بنعمل في بعض ليه كده؟ مفيش عتاب ولا حاجه، احنا جايين نقعد قعده طيبه قعد الناس. تعالى بس المدرسه، اقعد على الكرسي الكومبو بتاعك. تعالى بس ثاني بس، في كلمه بس اقولها لحسام عشان عنده شغلات هنا. عايز اقولها لحسام، حسام ما شافش السلكان غير على سيدايا. ما بتضحكش، فكك بس من الغم ده. وهات شيبسي اللي بطعم الكباب اللي هناك ده. انا عندي بقى شيبسي بطعم الكباب بقى، عندي صاحب بطعم الغياب. حس كل حياته على الضيق، خطوبه على الضيق، جواز على الضيق. ده انت تشرف سفير. طب ليه؟ ليه احنا عارفين بعض في الكشك؟ ليه بنعمل في بعض؟ بس مش هتكلم عادي يا عم، حياته حر فيها. بس تيجي بقى تشتكي لي على القهوه وتديني مشاكل بس تغمني، وبره بتفرح ليه؟ انا مش بتاع قعاط، ما شرفش، مش بتاع كراسي مذهبه، ما افرحش بقى. زي ما قلت لك يا فنان، انت شرف سفير والله. بقول لك ايه؟ شغال لي معزوف على الخزلان. بس الخزلان ده الكلام على كان يطلب جنيه اديله 10، ما عدش كبشه خد. استحملناه وما قالوا ما تستحمله. اقعد بس يا صاحبي. تقدرش؟ طب اقعد يا صاحبي. تقدرش؟ اقعد يا صاحبي. لا لا، تعالى يا صاحبي اقعد بس. مش حاجة نحسب صحابنا؟ ما رضيش ربنا اللي مننا. اقعد يا صاحبي. طيب كل حكاية يا حس. انا يحصل فيها كده برخيص؟ ما بنيتش، مفيش حد بيعمر. ليه من جوه؟ داكن ليه؟ اقعد، الاكل جاهز عندي. كل انت ما رديش لحد اكل، كل انت بتغلط. ماشي ماشي، ما تاخدش بالك، اصل دول مش هينفعوك، دول مش هينفعوك. عادي خالص. مجدي بس. نص كلمه بس، انا جايين يا جدعان اتبسط. مش عايزين ننكد على بعض. يا اسطى لما يبقى اربعه طالعين في شقه، لو بقى خامس معاهم فيهم ما تاكلش انت بس. بس ده كده الله يبارك لك. نص هو. نبقى باربعه طالعين في شقه وجي خامس، ده انا ما بعملش صوت في المصايف. ولو. طب انا هبقى في المايه وحش؟ ده انت دولفي. طب ليه؟ ده انت دولفين يا معايا مايو من الابتداء اصفر فوق الركبه كده. حقرف. شوفنيش في الستارت. يروح هم يطلعوا وقضي يومين ثلاثه. ما انا كلمتك. انا كلمتك. كورونا ما شفتوش. ما اعرفش حاجه عنه. قلت لك مسافرين. اصل انا عندي كورونا. وكورونا؟ هو في كورونا في الجونه؟ لما عندك كورونا بتروح الجونه ولا بتلزم السرير؟ ما حصلتش. ما حصلتش. تعمل ايه؟ لا الزم السرير طبعا. بقول لك ايه؟ كل الاكل من الناس دي ومشيهم لي فيها طابور المدرسه. هات هات مشيهم لي طابور المدرسه.